السلام عليكم، باين لاباس عليكم بخير. هاني صح لاباس، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم حريشات غنعمرهم بكريمه ديال الشكلاط او لا كريمه ديال الكريم باتيسري ديال الشكلاط. هنا بالنسبه للمقادير، هنا عندي نص كيلو ديال السميده الرقيقه تكون خاص بالحلويات، عندي هنايا شويه ديال الخميره ديال العجينه، قبصه الملح، عندي فانيا وخمارة وحده فئه 8 غرام، عندي كاس ديال الحليب، الحليب غيبقى على حساب الخليط، عندي كاس لرب ديال الزيت، يمكن لكم ديروا الزبده الا كانت، 3 المعالق ديال السكر، معلقه كبيره عامره ديال الدقيق. هادو هما المقادير ديال الحرشه، هادو هما المقادير ديال الحرشه. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه، الكريمه هي الاولى اللي غنصيبو باش تبرد. هنا عندي كاس ونص ديال الحليب، غادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال السكر، وغادي نضيف عليه كريم باتيسري. دابا كريم باتيسري راه كاين كريم باتيسري ديال الشكلاط، غنضيف عليه حتى هو معلقه كبيره. ما بغيتش الكريمه تكون عاقده بزاف باش نعمر بها حريشات من الداخل. هنا درت معلقه عامره، وغنضيف عليها نص معلقه ديال الكاكاو باش تعطيني لون يكون عامق. دابا غنردو فوق البوطه حتى يعقد. نتلاقى معكم، ها هي الكريمه ديال كريم باتيسري، كريم الشكلاط ملي طابت. دابا غادي نخويها في اناء وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد، خاصها تكون بارده مزيان عاد نستعملوها في الفرشه. ما هي غندخلها للثلاجه حتى تبرد وتشد راسها. دابا غادي ندوزو نصيبو الحريشات. غناخد ديال الزيت، الا كانت عندكم الزبده استعملوا ما بين الزيت والزبده، خلطوها بيناتهم. دابا غادي نحاول نلبس الحبيبات ديال السميده في هذا الزيت كما كنديروا الحريشه العاديه. هاد الحريشات انا راه كنديرهم شحال هادي، وكنت كنعمرهم بمره مالحه عندي في الباج ديالي فيسبوك شيواتهم في الدوس، ولكن دابا قلت بلاتي نعمرهم بكريم باتيسري ونديروهم حلوين. ان شاء الله نشارك معكم حتى الملحين مره اخرى. هكا ملي كتلبسوا السميده كامله بداك الزيت غتحصلوا على حرشه شيشه ما غاديش تكون قاسحه. غنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الطحين، غنضيف السكر سنيده كيبقى على حسب الذوق. انا هنا درت 3 المعالق، يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا. انا درت 3 المعالق وحيت الكريمه حتى هي حلوه. بالنسبه للمعلقه ديال الطحين اللي درت راه كتخلي الحرشه كتكون رطبه من الداخل وكتكون هشيشه، ما كتكونش الحرشه اللي كتفرتت كما الحرشه اللي كتاخذوا من برا، كما هكا كيكونوا بحال هكا. غادي نضيف دابا الحليب تنشوف العبر واش غنزيد ولا غيكفيني هذا الكاس. الخليط كيكون جاري، هاد الكاس هذا كيعبر كاس ونص ديال العنبه. هنا مازال غنزيد الحليب، هنا زدت مازال نص كاس. الخليط خصو يكون شويه جاري باش نخليوه يشرب، باش الحبيبات تشربوا مزيان داك الحليب كما كتشوفوا. يعني دخلت ليا دابا جوج كيسان ديال العنبه، الا كنت غتعبروا بكاس ديال العنبه. ها هو الخليط كيجي بحال هكا. دابا غادي نغطيو وغنخليوه حتى يشرب عاد غنكورو. هنا كما كتشوفوا معايا ملي بردات عندي الكريمه، هنا راه الحرشه شربات. هنا عندي كميه ديال السميده دهنتها بالزيت، وهنا عندي هادو يمكن لكم ديروا هاد الغلاقه الصغيره ديال الشكلاط اولا هادي ولا هاد السيركل.
اللي غديروا هاد السيركل كتكوري كويره كتحطوها في البلاطو، من بعدها كتضغطوا عليها. انا عندي هذا كبير بزاف ما غاديش نستعمله، غنستعمل هاد الغلاقه المويل. دابا غادي نبدا نكور. كتاخذوا كميه من على قد هاد المول هذا، كويره ما تكونش كبيره بزاف. كندهني يدي بالسميده كنكورها، من بعد كندير ليها حفيره من الداخل بحال هكا، شكلو حفيره، وكتعمروها بكريم، كريمه الشوكولا ولا كريم باتيسري كما كنت نقولوا. الا ما كانش عندكم كريم باتيسري هذا ديال الشوكولات، غديروا غير كريم باتيسري العادي وتضيفوا معاه الكاكاو، ولا تضيفوا معاه الشوكولات نيت، ذوبوا معاه الشوكولات تيعطيكم هذا اللون. هذا دابا غادي نكورها بحال ما هكا، حاولوا لها بشويه باش ما يخرج لكم كريم باتيسري برا. فكناخذوا هذه الغلاقه كنديروا فيها السميده، كنحطوا فيها هاد الحرشه هذه، وكنضغطوا عليها بحال هكا حتى تاخذ لينا الشكل ديال الغلاقه. صافي، وغادي نحطهم في هاد البلاطو، غادي نرشو شويه ديال السميده باش ما يلصقوش، وغادي نحطهم بهاد الطريقه هادي. نعاود معكم واحده اخرى. كتاخذوا كوره بحال هكا، كتاخذوا كوره كدهنوا يديكم بالسميده كتكوروها، من بعد كتجيبوا يديكم صباعكم بحال هكا كتشكلوا حفيره هنايا باش تعمروها بكريم باتيسري. صافي، وكنهزوا من الجناب بحال هكا، سمحوا لي على هاد الصداع هذا، كنحاولوا ما تخرج داك الكريمه لبرا، البلاصه فين بانت لكم غتخرج حاولوا تضغطوا عليها باش ترجع للداخل. بحال هنايا كما شفتوا غادي ندير لها شويه ديال السميده ونرجع نكورها. ضروري هاد العمليه هادي تتكور مزيان حتى ما تبقاش تبان لينا الكريمه، عاد غادي نديروها في هاد المولاه. هذا نديروها في هاد الغلاقه بهاد الطريقه هادي، كتضغطوا عليها وفي هاد الاثناء هادي انا درت المقله تسخن، من بعد كتزولوا داك الفائض اللي كيكون عندكم ديال السميده الفوق كتزولوه. غنستمر بهاد الطريقه حتى نكمل انا الكميه اللي عندي كامله، نعمرها ونستفها في البلاطو، من بعد غادي ندوزو. هنا كما كتشوفوا راه عندي المقله ثقيله سخنات، انا درت جوج، درت وحده لهي وحده هنايا باش دغيا نطيب. دابا غادي نهز الحريشات وغادي نحطهم في المقله بالطريقه هذه. ملي كتسخن المقله كتخليو المقله شويه ناقصه العافيه، ما تخليوهاش مجهده، وغنخليهم حتى يتحمروا من الجهه التحتانيه. عاد غادي نقلبهم يتحمروا في الجهه الفوقانيه. هنا مره كنقلبوا واش طابوا، غادي نشوف كما كتشوفوا هادي راه طابت، نقلبها للجهه الثانيه. هادي مازال حتى شويه كيطيبو في دقة وحدة، لأن العافية كتكون في جهة وهما في جهة. هادي مثلا خاصها شوية من هنايا، كذلك هادي خاصها شوية، مرة كتقلبوهم. دابا غادي نقلب هادي حتى هي تحمرات،
هذه راه تحمرت. نكحزهم وغندير فيهم الاخرين وغنستمر بهذه الطريقه هذه تنكملهم كاملين في الطير وغادي نشوفهم ان شاء الله. هما الحريشات ملي طابو كيجيو بحال هكا. ما تنساوش الى عجبكم تخليو ليهم لايك والتعليق، والناس اللي كيشوفوا الفيديو لاول مره ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا ندوزو نقطعهم باش تشوفوا من الداخل. هنا كما كتشوفوا دابا غادي نقطع لكم باش تشوفوا من الداخل. هانتوما البنات كيجيو بحال ما هكا. نقطع لكم واحده اخرى. نتمنى الى الاعجاب ديالكم. متنساوش الى عجبكم تخليو ليهم لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. يلا بالسلامه عليكم للفيديو القادم باذن الله.